بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أشباب في سجل من دروس الحاسب الآلي منهج الصف الثاني الثانوي، درس بعنوان الخدمات الإلكترونية مع الأستاذ سامح أحمد مدرس الحاسب الآلي الثانوي شعاع فن عدن. النهارده شباب بنتكلم عن الخدمات الإلكترونية. طبعا في ظل تطور رهيب في تكنولوجيا المعلومات وفي وجود الانترنت والشبكات، وزي ما بنسمع كده في الحلقات السابقه دروس الشبكات، اصبح لابد من وجود حاجه اسمها الخدمات الالكترونيه. يعني ايه الخدمات الالكترونيه؟ وايه هي الفوائد اللي بتعود عليا لما انا استخدم الخدمات الالكترونيه كمواطن او كشخص عادي؟ وايه هي الفوائد اللي بتعود عليا على الدوله من توفير الخدمات الالكترونيه؟ وايه هي الفوائد اللي بتعود على المؤسسات والمنظمات والهيئات والشركات من استخدام الفوائد الالكترونيه؟ كل دي اسئله هنبدا نعرفها ونجاوب عليها في درس النهارده الخدمات الالكترونيه. طيب بدايه كده شباب تعالوا مع بعض نتعرف يعني ايه الخدمات الالكترونيه؟ ما هو مفهوم الخدمات الالكترونيه؟ طيب الخدمات الالكترونيه شباب تعرف بانها الاستفاده من تقنيه المعلومات والاتصالات في تقديم وتسهيل الخدمات. يعني في ظل التطور الرهيب اللي موجود معانا والتكنولوجيا الرهيبه والانترنت والشركات والكلام ده كله، اصبح لابد من توفير الخدمات بشكل بسيط للمواطن، بشكل بسيط للانسان العادي، ان انت وانت قاعد في بيتك النهارده توصلك الخدمه لحد البيت. استخدام طبعا تملك الادوات اللي تساعدك على كده، شبكات انترنت، جهاز كمبيوتر او جهاز موبايل او جهاز سمارت زي ما اخذنا قبل كده، او جهاز ذكي، تقدر تحصل على الخدمه اللي انت عايزها بشكل بسيط جدا وانت قاعد في البيت. طيب يبقى هو في خدمات الكترونيه الاستفادة من تقنية المعلومات اللي هي الشبكات والانترنت و و و علشان ان انا اقدر احصل على خدمة معينة. تمام يا شباب؟ طيب يبقى هي استفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم وتسهيل الخدمات. طيب تعالى ناخد النقطة اللي بعد كده، فوائد استخدام الخدمات الالكترونية. انا هتقول عليه ايه؟ او الناس هتقول عليه ايه؟ او المؤسسات او الهيئات هتقول عليه ايه من الفوائد من استخدام الخدمات الالكترونية؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. واحد، اجراء عمليات منظمه واجراءات مبسطه اثناء التعاملات. ان انا النهارده من خلال استخدام الخدمات الالكترونيه وخدمات الانترنت وخدمات الشبكات بقدر ان انا اقدم خدمه بسيطه للمواطن بابسط شكل ممكن ان انا احصل على خدمه كمواطن، وان انا كهيئه او كمؤسسه او كشركه اقدر اقدم خدمه بشكل بسيط بدون وجود المواطنين والازدحام والكلام ده كله في الشركه عندي او الهيئه عندي. وفي نفس الوقت المواطن بيقدر يحصل على الخدمه بتاعته وهو قاعد في البيت مرتاح. يبقى اول حاجه اجراء عمليات منظمه واجراء بسيطه اثناء التعاملات. رقم اثنين، توفير الوقت والجهد على المستخدم. المستخدم او المواطن النهارده ما عادش بيروح الهيئه او المنظمه او الشركه او المؤسسه او الوزاره او اي مكان، بل على عكس النهارده لو بيقدم مثلا على خدمه تجديد جواز سفر، خدمه تجديد اقامه، خدمه انهاء خدمه عامل او ايا كان الخدمات بيقدر يحصل عليها من خلال مواقع معينه. طبعا من اشهر المواقع اللي بتقدم الخدمات ديت موقع طبعا كلنا عارفينه، موقع ابشر. تمام؟ ثلاثه، ربط الاجراءات والتعاملات ذات العلاقه فيها بينها. على سبيل المثال ربط المؤسسات الحكوميه بين الجهات ذات العلاقه. من النهارده ممكن تحصل على خدمات كامله لوزاره الصحه من خلال موقع وزاره الصحه، تحصل على خدمات كامله للاحوال المدنيه من خلال رابط الاحوال المدنيه. كل دي حاجات سهلت على المواطن ازاي او كيفيه طلب الخدمه او ان هو يحصل على خدمه الكترونيه وهو جالس في مكانه. طيب يا شباب الفائده رقم اربعه، دقه عاليه في الاداء. ان النهارده لو انت مثلا عايز تحجز ميعاد في وزاره في مستشفى معين، تدخل على موقع مواعيدي في وزاره الصحه وتحجز ميعاد، بتروح على الميعاد بتاعك بالظبط، تدخل في مكانك، لا تنتظر قبل الميعاد ولا بعد الميعاد، انت معاك مظبوط، هتروح تحجز ميعاد الساعه 10 وربع، وتروح 10 وربع تلاقي مصر في انتظارك. ميزه جميله جدا، بتوفر عليك وقت وجهد، بتوفر عليك انتظار، بتوفر عليك تضييع وقت، حاجات كتير جدا بتوفر عليك، بتروح في مكانك في ميعادك بالظبط، تحصل على خدمتك وتغير المكان. فطبعا دقه، والاضافه اللي هي ان هي بتكون دقه عاليه، يعني انت بتروح في ميعادك ما تلاقيش حد قبلك ولا حد بعدك، بتروح في ميعادك تدخل في ميعادك على طول. فدي كانت دقه عاليه في الاداء. رقم خمسه، التقليل من وجود الازدواجيه في الاجراءات والتعاملات. التقليل من وجود الازدواجيه في الاجراءات والتعاملات بالنسبه للكمبيوتر عشان بيعملنا كلنا كواحد. الكمبيوتر ما عندوش فرق ما بين سامح واحمد، المفهوم حسين، هو الكمبيوتر انت تدخل عليه عندك الادوات او عندك المطلوب منك متوفر وتحصل على الخدمه، مش
عندك بيقول لك انت بس عندك واحد اثنين ثلاثة بتكملها وتقدم الخدمة. ما يفرقش مع سامح او زين بن عبيد او ابراهيم الحسين، لا كله عنده الكمبيوتر واحد او مزود الخدمة الالكتروني، كله عنده الناس كلها واحد، ما يفرقش حد عن حد. طيب من اهم الخدمات المقدرة الكترونيا رقم واحد الحكومة الالكترونية، انك ممكن تلاقي جميع الهيئات وجميع الوزارات بما فيهم وزاره الداخليه وزاره الصحه وزاره الاحوال البدنيه اي وزاره ممكن تتخيلها هتلاقي مقدمه خدماتها على الانترنت. اي وزاره ممكن تتخيلها هتلاقي مقدمه خدماتها على الانترنت بشكل بسيط، ان انت ممكن تحجز معادك او تطلب الخدمه بتاعتك تجي لك لحد البيت او انت تروح في معادك. فده كان الحكومه الالكترونيه. رقم اثنين التجاره الالكترونيه، انتم ممكن النهارده كلنا استعملنا التسوق الالكتروني وكلنا اشترينا حاجاتنا على الانترنت، دي خدمه من خدمات خدمه من خدمات المقدمه الالكترونيه اللي هي التجاره الالكترونيه. كلنا استعملنا خدمه شبه كلنا اشتريناها سواء موبايل او اشترينا اي شيء من خلال الانترنت، سياره موبايل اي شيء او اي بيس من خلال الانترنت، استعملنا فيها الخدمات الالكترونيه واستعملنا فيها التجاره الالكترونيه. رقم ثلاثه من الخدمات المقدمه الالكترونيا الجامعات الالكترونيه والتعليم الالكتروني. وكلنا شفنا لما حصل جائحه كورونا ازال الله به الغنى عن البلاد والعباد، لما حصلت الجائحه ديت كلنا الحمد لله من خلال وسائل الاتصالات ومن خلال الانترنت ومن خلال الشبكات ومن خلال التقنيه الحديثه قدرنا ان احنا نتغلب على هذه المشكله. والدليل اللي احنا بنعمله النهارده ده اللي بعمله حالا دلوقتي معاكم، ان انا بقدم لك اهو خدمه التعليم عن بعد وانت قاعد في بيتك، تقدر تحصل على المعلومه وتحصل على الدرس اللي انت كنت المفروض تحصل عليه وانت قاعد في المدرسه من خلال تقنيه الانترنت، من خلال الكاميرا، من خلال تكنولوجيا المعلومات. بقدر اوصل لك المعلومه اللي انت عايزها وانت قاعد في البيت مرتاح، من غير ما تيجي المدرسه، من غير ما تعرض نفسك للاصابه، من غير ما تعرض نفسك لاي مشاكل نهائيا، بتحصل على الخدمه اللي انت عايزها. ده اكبر مثال على الخدمات الالكترونيه. جزاكم الله خير يا شباب، انا معكم الاستاذ سامح احمد مدرس الحاسب الالي في ثانويه شعاع المعرفه.